العشر الأوائل تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، نتواصل بهذا الانطلاق. ننطلق في ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير المرموم 2014 للميلاد. على البركة مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، رابع الأشواط والخاص بالجعدان، 4 كيلومترات هي الحاضرة في الفترة الصباحية، بأيضا سن الحجائج وال15 شوطا التي وضعت لها جوائز السيارات. مباشرة إلى المركز الأول والصدارة، براق لثاني بخليفة بن أحمد الرميثي، من يأتي بالصدارة في المركز الأول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني ليجد هناك شاهين سالم بن محمد بن سهيل العامري، من يأتي على ثاني المراكز والمركز الثالث. الوصول في هذه اللحظات من شاهين لسيف بن محمد بن أحمد المزروعي، يأتي في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من ريم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي، وصل في هذه اللحظات واحد أيضا من الأسماء القوية من خلال المشاركات في الأيام المنصرمة وتحقيق التوقيت الأفضل. هناك أيضا وصل في هذه اللحظات شاهين سالم بن مظفر بن خموشة العامري، وصل أيضا العملاق العيناوي من ظفر في يوم الأمس أيضا برمز الجعدان الإنتاج، ليكون مشاركا هنا في الفترة الصباحية ومتواصلا. ولكن هنا الدخول أيضا مشاهدين الأعزاء من الذيب حمدان بن محمد بن حمد العامري، اللي وصل في هذه اللحظات. وهناك الدخول أيضا من خلال القادم هملول عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي، وصل في هذه اللحظات. وهنا أرى شعار المغامر مع سلهود، يأتي شامس بن معتوق بن شامس العامري مقدما لهذا الاسم ومنطلقا وباحثا عن ناموس هذا الشوط. هناك مشاهدين الأعزاء بيضان، يأتي في هذه اللحظات لمصر بن علي بن مصر بن سفران المري. هكذا هي النتيجة والأسماء القادمة والمنطلقة الباحثة عن الفوز والانتصار مع انتصاف المسافة. أعود إلى المقدمة والصدارة، ثنائية المقدمة، هناك المركز الأول، هناك الصدارة. الله الله الله، براق لثاني بخليفة بن أحمد الرميثي، والجانب الآخر المنطلق أيضا والباحث عن الناموس. الاثنين يعزفان سمفونية الناموس هنا في ميدان الذكي لينطلقاني من خلال تواجد الفوز والانتصار. نقلتنا مباشرة إلى شعار بن كديدة، وصل مع أيضا أو اللي هو ريم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي، وصل في هذه اللحظات ليقدم ريم على المركز الثالث، يبحث عن الناموس، يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار. الله الله، شوفوا التدخل من الجانب الآخر، شوفوا الانطلاق من الجانب الآخر. القادم شاهين سيف بن محمد بن أحمد المزروعي، ولكن البرنس وصل من الجانب الآخر، تدخل في هذه اللحظات لياتي هنا أيضا مغاير من مركز إلى آخر. وأول ندى هنا يتواجد لينطلق من خلال شباب جار الله بن محمد الطالب بن عقيل المري، وصل لينطلق إلى المركز الأول يحمل هذه النجمة البيضاء التي بداخلها مليون ناموس، ليغير إلى المركز الأول وينطلق في الاستدارة إلى الاتجاه للكيلومتر الأخير الذي دائما تأتي فيه السرعة الرائعة والجميلة. بينما الدخول هنا في المركز الثاني، وصل الزعفران عابر بخلفان بن محمد الهاملي، عبر عابر هناك، ولكن أيضا من الجانب الآخر وصل أيضا من الجانب الآخر. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق بخلال الرياضي، يا الله 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 الله، جار الله بن محمد الطالب بن عقل
عقيل المري. يا سلام ثنائية المقدمة، الخط المستقيم إلى النهاية إلى الفوز. هناك الهاملي والمري يتنافسان على لقب هذا الشوط رابع الأشواط. ما شاء الله تبارك الله، بدأ الرقص، بدأ الرقص، عبر عابر، عبر عابر، عبر إلى المركز الأول. هناك زعفران عابر بخلفان بن محمد. الهاملي كما عودنا دائما وابدا بالفوز والانتصار. روح مع الصدارة يا أبو خلفان على هذا الأداء الجميل والرائع. على 400 متر الأخيرة التي دائما تأتي فيها الحجائج بالسرعة الفائقة وجولة الأوامر النهائية، هنا عبر عدسات دبي ريسنج. تهانينا والناموس، نزف التهاني على ظهر زعفران للسيد عابر بخلفان بن محمد. الهاملي عبر عابر إلى بر الناموس ليتوج أيضا بالمركز الأول، وإلى أهالي الغربية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا على هذا الفوز. لحظات الوصول، المركز الثاني هناك وصل اللي هو الرياضي لجار الله بن محمد الطالب العقيل المري، والمركز الثالث وصل هناك هملول لراشد بن جعفر بن مرخان، والمركز الرابع كان شاهين لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، والمركز الخامس الهود شامس بن معتوق بن شامس العامري. هكذا هي الخمس المراكز الأولى، وهكذا كانت المنافسة في رابع أشواط هذا اليوم. هذه هي أيضا اللحظات أيضا التي تأتي من خلال الشاشة هنا مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام. إذا زعفران والرياضي وهملول والخمس الأسماء أيضا التي تأتي هنا عبر الشاشة الإلكترونية. تهانينا لعابر بن خلفان بن محمد الهاملي. لحظات الوصول، لحظات التوقيت من خلال المنافسة القوية والتحدي المثير. ما شاء الله تبارك الله، هذا هو زعفران يأتي هنا بالانطلاق الرائع إلى خط النهاية ليعلن 6 دقائق و2:06 من الثانية. تهانينا لعابر بن خلفان بن محمد الهاملي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان وصول رائع وجميل من خلال الرياضي جار الله بن محمد وطالب بن عقيل المري، من وصل في ثاني المراكز ليقطع مسافة السباق من خلال المشاركة والاندفاع القوي والتحدي المثير هنا في هذا الشوط. إذن مشاهدين الأعزاء 6 دقائق 7 ثواني وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس، بينما هملول من حل في المركز الثالث، راشد بن جعفر بن مرخان الاكتبي هو من أتى في المركز الثالث ليعلن أيضا انطلاقه ومشاركة رائعة من خلال تواجد هملول على المركز الثالث. تهانينا والناموس ليقطع مسافة 4 كيلومترات أيضا بالفعل في 6 دقائق هنا 12 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن جعفر بن مرخان.